تعرف مدينة الرياض بأشجارها الأصيلة التي تشتهر بها دون غيرها من مناطق الجزيرة العربية كالغاف الأحمر على امتداد وادي حنيفة. التفاصيل في سلسلة تاريخ الرياض مع زميل حسين بن مسعد. الرياض الخضراء تاريخياً عرفت بأنواع أصيلة لا تعرف في سواها، بعضها بدأ يأخذ مكانه في الانتشار كالغاف الأحمر، والذي سمي وادي حنيفة باسمه قديماً وادي الغاف، شجرة تتميز بعدم حاجتها الكبيرة للمياه واخضرارها وظلالها الممتدة على مدار العام. الغاف سيدة أشجار الرياض ووادي حنيفة، وتغنى بها الشعراء حتى أسموا الوادي بوادي الغاف لكثرة الغطاء الأخضر المتمثل من هذه الشجرة المنتشرة في أرجاء المكان. بكل أسف هذه الشجرة قبل ما يقارب 20 سنة عانت ما عانت، وقطعت وأزيلت وهدمت، وحتى أصبح من 80% كانت موجودة لتخفيف مجرى السيل، والناس تأخذ من خشبها القوي اللي كان يستخدم بالبناء وبالحطب، وأيضاً ورقها الرعوي الممتاز للحيوانات البرية اللي كانت هنا غزلان الإدمي والوعول ترعى في هذه الخمائل الجميلة الرائعة. بعد ما كانت 80% الآن أصبحت بكل أسف 8%. هذه رمز من معالم الرياض. ومن الأشجار التي انقرضت وعادت من جديد شجرة الباني العربي، والتي لا يعرف المهتمون سوى هذه الوحيدة جنوب الرياض، وشجرة الحور الفراتي كما تعرف باللهجة الدارجة، والغرب حسب اللغة العلمية. من الرياض، حسين بن مسعد، العربية.